إنها تروح عند الشخص يلي بدها إياه. شو ليش ضربتيني؟ لأنك واحد ما بتفهم أبداً. كان لازم نبعدها عن أخي أبهي، وأنت ببساطة حبستها معه جوا. لك أنت اسمع لقلك شو، ليش أنت وطالع معلقت لوحة ومكتوب عليها يرجى عدم الإزعاج؟ طلبت منك تحبس أبهي مشان بعده عنها، وأنت نزعت كل شي علي وحبستهم مع بعض جوا. أنا ما عم صدق شو راح يصير هلا. كان لازم تقليلي إنه براقي الهدف، أكيد كان صار اللي بدك إياه لو إنك خبرتيني بكل الخطة وإنك عم تحاولي تبعدي عنها. لهذا السبب طلبت منك تسأليني قبل ما تعملي أي شيء لحالك تنو. مدام المصاري. مقابل شو المصاري؟ لأنك جمعت اثنين بيحبوا بعض؟ لك اثنيناتهم محبوسين بالغرفة، ما بعرف شو عم يصير. يلا لك استني شوي، لا تتحركي. لك شو عم تعمل؟ خلاص اهدي، لا تتحركي وإلا رح تأذي راسك. أنا أحسن شيء استعمل البخار. رح يروح الوجع بس رح يضل الورم. شو عم تحكي أنت؟ ليش ما أنك عم تفهم علي؟ إذا بدك بخلك منه رح ينتزع شعرك وبعدين بيصير شكلك مو حلو أبدا. هي لا تقولي عني هيك. ها رح يورم راسي أكيد.